تدهور الأوضاع الاقتصادية بلبنان أدى لأزمة كبيرة بمجال الطاقة، وبالتالي شكل تحديات كبيرة للصناعة، خاصة أنه الطاقة بتمثل جزء كبير من تكاليف الإنتاج. بظل هالظروف خلقت فكرة هالبرنامج، فبدعم من بروجكت تيف الممول من USAID أطلقت مؤسسة ميشيل ظاهر برنامج الانرجي اوديت. هالبرنامج استهدف 17 معمل بمنطقة البقاع، وكان هدفه تحسين استهلاك الطاقة واعتماد حلول للطاقة البديلة. For over a decade, the U.S. government, through USAID, has been addressing Lebanon's energy crisis, focusing on providing affordable and renewable backup electricity to support homes and businesses. In 2022, we expanded our efforts and launched an energy audit program to advance the use of solar power systems to help businesses more efficiently produce agricultural and industrial products that are essentials for everyday life, such as cleaning products, bread, and dairy. USAID's support not only empowers businesses and drives economic growth, but also plays a crucial role in protecting the environment, which ultimately contributes to a sustainable future for the people of Lebanon. احنا بنصنع شامبو ودترجان ومواد تعقيم. قبل الأزمة اللي مرقنا فيها مرق البلد فيها كنا نعاني بصعوبة بالنسبة للصناعة اللبنانية. طورت الصناعة اللبنانية، تقدمت كتير، بس ظلت كلفة الانتاج عليها للصناعة اللبنانية كلفة عالية، وبالأخص بالنسبة لإنتاج الكهرباء وإنتاج الطاقة. بس تعرفنا على البروجرام تبع تيفت وتبع USAID، خفت كلفة تبع الانتاج 90% تقريبا. في خطوات كتير كبيرة عملنا اوديت للشركة بالنسبة لقديش الانتاج الطاقة اللي عنا، قديش الكلفة، رجعوا فحصولنا المعمل كله سوا، حتى طلبوا منا نعمل اصلاحات. يعني كنا مركبين قصص تستهلك طاقة كتير، يعني من وراهم قدرنا كل ست اشهر نعمل شيك اب، وخصوصا للمكانات اللي عنا يون كنا مش دريانين فيهم. هودي هيدا البرنامج ساعد 35 تكنيشن شاركوا بتدريب زودهم بالمهارات والكفاءة لحتى يقدروا يبتكروا حلول بمجال الطاقة، وكمان ينفذوا مشاريع بشكل محترف. كمان زاد من حظوظهم بإيجاد فرص عمل أو التقدم بوظائفهم. التريننج المدعوم من USAID أكيد كان نقطة تحول بشغلي. أنا أخذت Renewable Training Energy، خليني أنا ألاقي وظيفة as Mechanical Head Section بظاهر فود. منهل ياسين، صاحب مصنع كرتون توباك ون. بلشت معنا بالبداية، تكلفة الطاقة كصناعيين كتير عالية بلبنان، كانت اشتراك أو كهرباء، وكانت واقفة بوجهنا بشكل كتير قوي. دراستهم كانت دقيقة جدا، يعني فاتوا بتفاصيل بأدق التفاصيل عندي بالشركة، فكانت قبل ما توصل لأنك تركب هيدا السيستم كان في كتير إجراءات انعملت وتغيرت، بس كرمال نقدر ناخد نتائج صح. بدايتنا كانت 125 عامل مع فاتورة كهرباء 15,000 دولار، انتهينا ب 170 عامل مع فاتورة كهرباء 5,000 دولار. نحن منصنع كافة أنواع الحلويات العربية. انرجي اوديت ركبونا سولار سيستم، وهيدا نزلنا من الكوست 90%، وفرنا تقريبا فوق ال 1000 دولار كل شهر. هالشي هذا ساعدنا، نزلنا من سعرنا وفتحنا اسواق جديده على اوروبا. نتائج هالبرنامج ما كانت بس بالارقام، كمان ساهم هالبرنامج بخلق ثقافه بتتمحور حول اهميه الاحتراف بالقطاع الصناعي كعامل اساسي لاستدامته، وبالتالي تأمين الاستقرار للاقتصاد اللبناني. نحن مؤمنين بالصناعة اللبنانية ومكملين، وخاصة بدعم من USAID لحتى تصير الصناعة اللبنانية بالمطرح يلي بتستحق.